الدراسات العالمية أثبتت 80% من التربية تقوم بها الأم. النساء ذكيات للغاية، عشان كده هم أمهات وأخوات وزوجات، وهم يلدن نصف المجتمع، وهم نصف المجتمع. يا سلام. 80% الدراسات العالمية أثبتت 80% من التربية تقوم بها الأم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. صدقت تماما. فدارين نقول للزوج اللي حيبدأ يتعامل مع زوجته بشكل مختلف، أبدأ بمشاعر التقدير والامتنان، وابدأ تصرف بحب، والتقدير والامتنان تلقائيا حيبقى التعبير عن الحب أسهل. تمام. والمسألة بتاعت التعبير عن الحب مناقشة عقلية، اقعد مع نفسك كده، يا ربي شنو الفئة ممكن يخليني احبها؟ حتلقى الاف الاشياء اللي بتفتش له وبتلقاه. انا احد الصالحين يقول: من كان في عقله فكرة كان له في كل موقف عبرة. فلو خدت في بالي شنو الحياة اللي بتخليني احب هذه الزوجة، حلقى اشياء كثيرة. والله يا اخي عملت كده، والله يا اخي عملت كده، والله يا اخي عملت. طالما انت صادق في انت في النهاية صادق. واكثر شيء ما بنقدر نتكلم عنه هي المصداقيه. المصداقيه حاجه بتظهر في التصان البصري. المصداقيه حاجه بتظهر في تعابير وشنا، في نور صوتنا. ما بقدر اقول لك والله انا صادق جدا الليله وانا بتكلم معك. ابدا. المصداقيه هي حاجه بتظهر في تعابير وشنا، في نبره صوتنا، في حركات جسدنا، في عيوننا، في لمعه العين. عجيب. في النظره اللي كان بتنظر لها في الاول من زاويه كده.